محمد، وإيه الجديد اللي احنا ممكن نتكلم فيه مع بداية يوم جديد من أيام المنتدى؟ أهلا بك يا هشام. يعني في البداية بالتأكيد برحب بيك وبكل السادة المشاهدين، والنهاردة لليوم الثالث على التوالي بنواصل تخطيطنا لفعاليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة. يعني يمكن من شوية انتهت الجلسة الرئيسية اللي كان بيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كانت يعني بتتحدث عن دور المجتمعات الدولية في محاربة الفقر. دلوقتي احنا يعني في فترة راحة، والساعة 12:30 يعني هيكون في الجلسة الثانية واللي بتتكلم عن دور العالم في دعم التعافي من الجائحة. يعني هذه الجلسة هتستمر من الساعة 12:30 للساعة 2. احنا دلوقتي يعني بيشرفنا وبينورنا سيادة النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عشان يكلمنا أكتر عن المنتدى في دورته الرابعة. سيادة النائب، يعني في البداية برحب بحضرتك معانا. يعني كان في تحديات كبيرة جدا بتواجه هذه الدورة، لأن طبعا يعني في فيروس كورونا، إجراءات احترازية، وعدد كبير من الحضور. يعني عايزين نتكلم في البداية تقييمك لهذه الدورة إزاي، وشايف إزاي المنتدى في دورته الرابعة؟ حقيقة إنه المنتدى في هذه الدورة الرابعة شاهد تنظيم شديد الدقة والنظام والكفاءة والاحترافية، خاصة زي ما حضرتك ذكرت والعالم بيواجه جائحة كورونا. اتجهت مصر إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترافية والاحترازية في التنظيم، بداية من إجراء المسحة لكل المشاركين من أول ما يوصلوا مطار القاهرة، ثم إجراء المسحة في الفندق ومتابعة إجراءات التعقيم على مستوى القاعات المنتدى. يمكن الناس شافت في اليوم الأول الروبوت اللي بيقوم بالتعقيم للمنتدى على مدار لحظات انعقاده. فرق التعقيم مستمرة، وطول الوقت فرق التنظيم بتطلب من الحضور يكونوا لابسين الكمامات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. بقول إنه هذه الدورة دورة متميزة، العالم يجب أن يواجه هذه الجائحة ويتعداها ويتخطاها ويعمل على التعافي منها. كان في اختيار أنه نبقى بعيد عن بعض، ما نقدرش أن احنا نتقابل، تفضل كل الفعاليات من خلال وسائل تواصل أخرى إلكترونية، إلا أنه مصر خدت شعار Back Together، يعني عدنا معا، وده شعار المنتدى، أنه يقدر دول العالم أنها تتجمع شباب من كل الجنسيات موجودين على أرض شرم الشيخ، على أرض مصر، بيتناقشوا في كافة القضايا، في التنمية، في السلام، في حقوق الإنسان، في كل التحديات التي تواجه دول العالم. ويعني استمتعت بالنقاش والحوار من مختلف الجنسيات، من دول كتير جدا، سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في الأمريكتين، من كل قارات العالم. يمكن قضايا حقوق الإنسان مطروحة من اليوم الأول، وحتى جلسات المختلفة ليس فقط أنها تكون نموذج المحاكاة المتعلق بمجلس الدولي لحقوق الإنسان اللي كان الحقيقة رائع جدا في تنظيمه وأبهرني المشاركين والكلمات اللي اتقالت فيه، لكن حتى الموضوعات مرتبطة بحقوق الإنسان. حينما نتحدث عن الحق في التنمية ومكافحة الفقر والدلالة على مبادرة حياة كريمة، ده حق أساسي من حقوق الإنسان والحق في التنمية. لما نتكلم عن التعافي من جائحة كورونا وتحديات العالم والعمل من هذا المجال، الحق في الصحة أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان. كل الأطراف أو كل الموضوعات اللي بتطرح مرتبطة وعلى تماس بحقوق الإنسان، ولذلك كنت مهتم جدا أني أتابع وأحضر هذه الجلسات وأستفيد بالنقاش والآراء التي تطرح. سيادة النائب، يعني من شوية كانت الجلسة الرئيسية اللي بيشارك فيها سيادة الرئيس بتتكلم عن تجارب تنموية في محاربة الفقر، ويمكن سيادة الرئيس اتكلم عن مبادرة حياة كريمة ومحاربة الفقر ودور الدولة المصرية في محاربة الفقر ودعم يعني قطاعات الناشئة، وأيضا كان امبارح في جولة للمبادرة بتاعت حياة كريمة في المنتدى هنا. شايف هذه المحاور ازاي؟ كلمة سيادة الرئيس المتعلقة بمكافحة الفقر وحياة كريمة كلمة هامة جدا، ومبادرة حياة كريمة يمكن مبادرة الأهم في القرن في رأيي. يعني بنتكلم عن مشروع بيخدم 58 مليون مواطن، بيحقق الخدمات الأساسية ليهم من بنية تحتية ومن الحق في التعليم والصحة وحتى الترفيه، بنتكلم عن مراكز شباب وقصور ثقافة وكل هذه الأمور. بناء الإنسان جزء رئيسي من مبادرة حياة كريمة، ليس فقط بنبني بنية تحتية، كمان تغيير أو يعني صناعة الوعي للمواطن، أهلنا اللي موجودين في القرى المستفيدة مبادرة حياة كريمة بيستفيدوا أيضا بهذا الأمر. ولذلك هي مبادرة ملهمة،
للدول التي تحتاج إلى تنمية، وأنا بأخص بالذكر القارة الأفريقية. مبادرة حياة كريمة تستطيع أن تكون نموذج ملهم لكل المجتمعات التي تريد أن تحقق تنمية في العالم، ولذلك كان مهم جدا أنها تطرح في المنتدى أن هذه الأفكار يتم مناقشتها. استمتعت جدا بالجولة وباللقاء مع الشباب المشاركين في حياة كريمة، والحقيقة لفت للنظر أن كلهم شباب. أنت بتشوف هذه المبادرة العظيمة الرائعة بيتبناها، واللي مشرفين عليها والقائمين بيها كلهم شباب في نفس أعمارنا، وبالتالي ده أمر يجعلني أشعر بالفخر أن مصر قادرة على أن تبهر العالم بهذه الطريقة، سواء بالتنظيم الرائع أو ب يعني الشباب اللي بينظم مبادرة حياة كريمة وغيره. سيادة النائب، يعني أخيرا من خلال لقاءاتك مع عدد من الشباب المشاركين في هذا المنتدى، شباب العالم شايفين هذا المنتدى إزاي؟ شايفين المحاور والموضوعات اللي بيطرحها المنتدى إزاي؟ يعني قابلت جنسيات مختلفة وتحاورت معاهم في حالة من حالات يعني السعادة الشديدة عند الشباب المشارك، ان هم يقدروا يستمعوا الى كلمات للامين العام للأمم المتحدة، للمبعوث الامريكي للمناخ جون كيري اللي كان وزير خارجية امريكا في يوم من الايام، انه يلتقوا ويتحاوروا ويستمعوا الى رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مصر اكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الاوسط من حيث التأثير والقدرة، وبالتالي نقطة يعني إيجابية شديدة جدا، حوار مستمر بين الدول من الشباب من مختلف الدول. استمتعت جدا بهذا النقاش وبالحوار اللي بيتم، ويعني وأنا شخصيا استفدت من الأفكار اللي بيطرحها مجموعات من الشباب، وأصبح لدي أصدقاء في كل دول العالم من خلال المشاركة في المنتدى لنسخته الرابعة. أنا شاركت في كل النسخ الماضية، فبقى عندي سواء اللي حضروا قبل كده أو اللي حاضرين أصدقاء في مختلف دول العالم، ومعظمهم هيبقوا في يوم من الأيام بشوفهم صناع قرار في دولهم، وبالتالي ده بيدي دور لمصر أنها قادرة على التأثير في المستقبل في هذه الدول. النائب، يعني بشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء، وتمنياتي بالتوفيق إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أشكرك يا فندم، شكرا. هشام، يعني ده كان لقاءنا مع سيادة النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يعني كلمنا عن انعقاد هذا المنتدى في دورته الرابعة. بالتأكيد يعني على مدار الحلقة هيكون لينا عدد من اللقاءات مع المسؤولين ومع الشباب المشاركين في المنتدى. ودلوقتي يا هشام برجع لك مرة تاني في الاستوديو.